أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول: هل ثبت يعني في أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، وهل ثبت في فضلها شيء؟ يا أبا إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لم يثبت عندنا في الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى وقت ليلة الإسراء والمعراج، حتى السنة التي أسري فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه أسري به قبل الهجرة بخمس سنوات، ومنهم من قال بثلاث سنوات، وذكروا أقوال كثيرة. حتى الليلة التي أسري بها صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء، وإنما الخلاف بين المؤرخين وبين علماء السيرة والتاريخ طويل وعريض جدا، ولذلك لم يثبت عندنا ما يشير إلى تحديد الليلة التي أسري بها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ما ثبت عندنا فضيلة لعمل عمل في ليلة الإسراء والمعراج، ما عندنا شيء. فهذا كتاب الله عز وجل، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عمل الصحابة الكرام، فلم يثبت عندنا لا في النصوص القرآنية ولا في الأحاديث النبوية ولا في الآثار الصحابية ما يدل على أن هناك عمل يعمله الإنسان في ليلة الإسراء والمعراج أو في يوم الإسراء والمعراج، لا قيام ليلته ولا صيام نهاره، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب يعني وأكثر الناس حرصا على تمثل الطاعة والعبادة، ولذلك ما عندنا شيء في مثل هذا الأمر. فلا يجوز تخصيص مثلا قيام ولا صيام ولا قراءة قرآن مثلا تخصيص في هذه الليلة أو في هذا اليوم.